ضيفتنا العزيزة أنوار الحمد، موجهة علاقات زوجية ومراهقة. احنا ما نبي عيالنا يكونون نفسنا كوبي بس، احنا نشوف هم شنو ميولهم، فلازم نكتشف احنا عيالنا شنو يحبون، وهذا طبعا يبدأ من الطفولة. الأستاذة هدى الماجد أخصائية اجتماعية بوزارة التربية، إن الاعتماد أو وضع الخادمة مكان المربية راح يعزز الاتكالية لدى الأطفال. إليكي في الأوقات التالية.